السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقات تعليم للجيتار. موضوع حلقة النهاردة هو هدفها الأساسي إزاي تبتدي تمسك الجيتار وتعزف عليه أول تمارين. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا خالد فؤاد، وفي الحلقة دي هنتعلم خطوة بخطوة ازاي نبتدي نمسك الجيتار لحد ما نوصل لاحسن مستوى احنا عايزينه. هفكركم في بداية الحلقة تعملوا اشتراك في القناة بتاعتي، تفعيل للجرس عشان كل جمعة ان شاء الله الساعة 5 هيوصل لكم حلقة جديدة لتعليم الجيتار. الحلقة اللي فاتت كنا اتعلمنا ازاي نشتري جيتار كويس، والنهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نمسك الجيتار وعندنا كام ماسكة للجيتار، وناخد كذا تمرين على اول وتر وعلى تاني وتر بايديا اليمين وبايديا الشمال. بس قبل ما نبتدي نشوف التمارين ونشوف ازاي هنمسك الجيتار، لازم نبتدي نتعرف على كل حاجة في الجيتار. يعني ما ينفعش تبقى ماسك الجيتار وحد يجي يسألك مثلا ده اسمه ايه، ولا ده اسمه ايه، ولا ده بيعمل ايه لازمته، ما نبقاش عارفين. طبعا انا هكون معاكم خطوة بخطوة كل حلقة ان شاء الله، واي حد عنده اي تعليق او عايز يسأل اي سؤال يكتب لي تحت في الكومنتس وهرد عليه على طول في الفيديو اللي بعده. اول حاجة البتاع اللي احنا بنشوفها دي كلها، ده البريدج، ده اللي بيمسك الاوتار لحد المفاتيح بتاعتي. انا عندي المفاتيح بتاعتي عندي 6 مفاتيح، رقم 1 من تحت، 2 3 4 5 6، يعني هي ماشية كده بالظبط. معظم الناس بتفتكر ان اول وتر فوق وتيجي تقول لها امسك الوتر الاول يروح حاطط صباعه على الوتر اللي فوق. اول مفتاح عندنا هنا هو باول وتر، والتاني بالتاني، والتالت بالتالت. من الناحية التانية خالص السادس من فوق هو باول مفتاح من فوق، والخامس بالتاني، والرابع بالتالت، يعني هتلاقيها ماشية 1 2 3 4 5 6. طيب بعد كده عندنا الخانات دي كلها، طبعا احنا بنلعب عليها على الجيتار، كل خانة منها ليها صوت معين، كل خانة على كل وتر ليها صوت معين. بعد كده عندنا الفتحة اللي انتوا شايفينها دي، هي بتخرج الصوت بتاع الجيتار. لو جينا قلبنا الجيتار من الناحية دي هتلاقي في نقط محطوطة من فوق، فالنقط اللي محطوطة دي معمولة بس لتسهيل اللعب. يعني مثلا انا عندي 19 خانة على الكلاسيك جيتار، لما اجي اقول لك مثلا العب النغمة رقم 7 او 8 او 9، مش هنفضل نقعد نعد 1 2 3 4 5، لا، انا النقط دي معمولة لازم اكون حافظ اماكنها وحافظ ارقامها. يعني مثلا في جيتارات ما فيهاش خالص، في جيتارات فيها نقطة واحدة، في جيتارات فيها 3 نقط، لكن الطبيعي بتاع الجيتارات او الطبيعي ان انت لو ما لقيتش نقط، هي النقط الأساسية اللي بتبقى موجودة على رقم 3 5 7 9 12. نرجع نشوف اسامي الصوابع، ايديا اليمين وايديا الشمال ليها اسامي وليها ارقام لازم نكون عارفينها. يعني هو بالظبط تعليم الجيتار زي سواقه العربيه، ما ينفعش تركب العربيه وتيجي تبتدي تسوق وانت اصلا مش عارف لسه فين البنزين وفين الفرامل، مجرد ان انت دوست بنزين هتمشي فهتروح خابط. فلازم نكون عارفين اساسيات الجيتار ايه عشان نبتدي نعزف صح. اول حاجه عندي ايديا اليمين هيكون بي اي ام اي، طبعا الصباع الاخير ده انا ما بلعبش بيه علشان كده مش هقول لكم على اسمه دلوقتي. بعد كده الليفت هاند هيكون ده، مش هلعب بيه، هيكون 1 2 3 4. طيب دي بالنسبه لاسامي الصوابع. تعالوا نشوف كده اول تمرين ممكن نستخدمه للرايت هاند. عندي هنا الوتر السادس هبتدي احط عليه البي فينجر. طبعا لما باجي بعزف انا بعزف قبل الفتحه بتاعه الصوت، بنعزف قبلها بشويه، مش بنعزف من عندها ولا بنعزف من ورا خالص، احنا بنعزف من قبلها بشويه. البي فينجر هبتدي احطه على الوتر السادس، الاي على الوتر الثالث، الام على الوتر الثاني، الاي على الوتر الاول. هنبتدي نعزف بي كذا مره ورا بعض، هيكون طيب لو الموضوع طلع كويس معايا هبتدي ازود الاي معاه، يعني هيكون بي اي. لو الموضوع طلع كويس معايا هبتدي ازود الام.
لو الموضوع طلع كويس هبتدي ازود الصباعي الاخير اللي هو الـ A. طيب حاجة اخيرة هبتدي بس ازودها، احنا دلوقتي عملنا P I M A، هنرجع العكس. مجرد ان انا عملت التمرين ده كويس جدا هيكون بطيء وكله بنفس السرعة. لو انا وصلت للمرحلة دي او للسرعة دي هبتدي ان انا ازود السرعة زي ما انا عايز. التمرين التاني هشتغل عليه بطيء لحد ما اوصل لسرعة معينة. تمرين رقم 3 هنشغل فيه ايديا الشمال مع ايديا اليمين الاتنين مع بعض. هلعب باول صباع على اول خانة على اول وتر في الليفت هاند. طبعا انا عندي الحديدة اللي انتوا شايفينها دي، كل الحديد اللي انتوا شايفينه في النص ده انا ما بلعبش عليه خالص، انا بلعب قبلي بشوية صغيرة او في نص الخانة نفسها، لكن مش هدوس على الحديدة نفسها. ناس كتير كانت بتدوس على الحديدة وفاكرة ان هو هيطلع الصوت، لكن للأسف بيفضل يطلع زنة في الجيتار ويطلع صوت وحش قوي، ويقول لي هو الجيتار ليه مش مطلع صوت. فطبعا انت لما تيجي تلعب انت هتلعب على الخانة اللي في النص. يبقى اول حاجة هنحط صباعي على اول خانة وهنلعب هنا اي. بعد كده هندوس على الخانة التانية وهنشيل الصباع الاولاني وهنلعب هنا ام. بعد كده هنلعب الخانة التالتة ونلعب هنا اي. الخانة الرابعة نلعب ام. يبقى زي ما لاحظتوا في ايديا اليمين انا لعبت اي ام اي ام، وفي ايديا الشمال عملت 1 2 3 4، والاربع صوابع لعبوا في نص الخانة. طبعا في ناس هتسأل طب انا الصباع اللي ورا ده هيكون فين؟ يكون في ظهر الخانة التانية، هيكون في ظهر الخانة التانية كده بالظبط. دلوقتي بعد ما خلصنا التمرين التالت احنا عملنا 1 2 3 4، هضيف برضو عليه حاجة صغيرة ان احنا هنعمل الرجوع بتاعه، يعني هيكون 1 1 2 3 4 وارجع العكس 4 3 2 1. وطبعا الرايت هاند هتكون شغاله اي ام اي ام ما اتغيرتش. هنبتدي بطيء والسرعه كده كده هتيجي مع الوقت. وطبعا التمرين الثالث ده هنشتغل عليه على الوتر الاول والثاني والثالث، لو عرفنا نطلع لحد السادس يبقى كده احنا بنكسب وقت. التمرين الرابع اللي احنا عايزين نعمله هنبتدي نزود شويه الاوتار. بعد ما ان احنا خلصنا التمرين الثالث على كل الاوتار هنبتدي نشتغل من الوتر الرابع مثلا او التالت على حسب ما انت هتقدر تعزف منين او ايدك مشيت لحد فين. هنبتدي نعمل 1 4 3 2 لحد تحت ونرجع تاني العكس، وطبعا ايديا اليمين هتبقى شغاله اي ام اي ام طول الموضوع. 1 4 3 2 1 4 3 2. وهنرجع طبعا العكس، هيكون 2 3 4 1. اتمنى تكون عجبتكم الحلقة النهاردة، ولو في اي تعليق عند اي حد او اي سؤال ممكن يبعت لي تحت في الكومنت وهرد عليه على طول ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. وشكرا لاهتمامكم ووقتكم. السلام عليكم.